الله وبركاته، اسعد الله مساكم كل خير. دقيقه عزوز، طبعا معي واحد على الخط، انا بسمعكم المكالمه هذه اللي جريئه شوي وكلام يمكن بعضكم ما راح يصدقه، لكن اقسم بالله الكريم انه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا واقع عندنا في الكويت وفي كثير من الدول. من باب التحذير، اول شيء النبي عليه الصلاه والسلام يقول 3: لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. من هم يا رسول الله؟ قبل صلاتك وسجاتك، قبل عيالك، قبل نفسك. انا بسمعكم مكالمه استاذت من صاحب المكالمه، ما راح اقول اسمه، لشيء واقع في مجتمعنا، كيف يخدع هؤلاء كبار السن وكيف للاسف ينقص عليهم. طبعا يعني انت ابو عيال وهذه كبر بنتك، قال وشيء مطون زان، يعني رجال كبير وراعي بنات وراعي خربطه. يا رجل حشم شيباتك، رجال ايش كبرك لا حق لك بنات بالسوق يا اخي، روح قابل المصحف على الاقل. كم بقي من عمرك تستطيع انك تستغل؟ قال عليه الصلاه والسلام: احب الناس الى الله من طال عمره وحسن عمله. وجهه منه راعي طاعه وراعي صلاه شركه اتصالات. ابيكم تسمعون المكالمه هذه وش اللي صار. عزوز بسرعه، ايش اللي صار معاكم باختصار؟ كانوا يترددون على يتردد علينا الشياب معاهم بنات مثلا صغار على اساس ان ابوها، وتاخذ عليه عقود. عقود شنو؟ عقود تليفونات عاد على حسب 300-400 دينار بالسوق. طيب حلو. يقعد ثاني يوم يجينا يقول ما كنت واعي على نفسي، وراء صيام وقيام صلاة ضحى وقيام ليل. اما بعضهم شيبه الفلس، الله يكفينا الشر، عز الله ما شاء الله على طاعه، يلحق هالبنات وغيرهم. انا معي مكالمه مهمه جدا من شخص عزيز علي يشتغل. اها يعني التزام شهري صح؟ التزام شهري مثلا لمده سنتين، وتعطوني تليفونات طبعا، تليفونات معك. اي كم قيمه التليفونات؟ جميل. الحين يعني هي تاخذ عليه تقريبا عقد شهري انه يدفع للشركه، بس هي الدبسه بالعقد وتاخذ منه تليفونات. انتم تعطون تليفونين على العقد الواحد صح؟ تليفونين ثلاثة، وتروح تبيعها باسم الشايب هذا، باسم الشايب هذا، وتقول هذا بنته. هي تقول بنته. طبعا هو ساكت، كل ما تسأله احنا نسأل نقول له العقد كذا سعره كذا يقول اي نعم. زين ما يحق لك انك تسأل هذا ابوها ولا لا؟ ابوها بس ما تقدر تطلب اي صلاحية. العميل هو قاعد قدامي، هو يبي ياخذ، ما اقدر اقول له اعطيني بطاقتك. هو تاخذ بطاقة الشايب والدبسة هو بالعقد. طيب أي. ثاني يوم جاك شو يقول لك ثاني يوم؟ يقول مو انا ما كنت بوعي، عشان كذي يعني شلون، بمعنى ان انا ما كنت بوعي، انا شفتها طالعت بعيونها وانسحرت، او ان ما دريت بشيء بعدها. تخرفا يعني بمعنى سحرتها. يعني هو يقول هل هي طبعا يعني يوم كامل هو ما يدري، ثاني يوم جاكم يقول جماعه العقد انا يقول انا ما وعيت على نفسي الا توني قاعد. وللعلم ترى يمكن الشايب هذا ترى مقصر مع عياله واهله وبيته، بس يوم ما شاف هذه البنت ولاحقها وطالعه سبحان قد تسحره هي وتجره وتسحب المحل وتدفع ذهب وتدفع امور. هو الان طبعا عزوز عزيزي عزوز، انا قلت اسمك عبد العزيز خلاص راحت. عزيزي عسى ربي يحفظك. الحين ايش سويت انت؟ ايش الاجراء اتخذته القانوني؟ ما عندي اجراء، بس ان البنت هذه ترددت كذا مره وعمي قمنا ما نعطيها. طيب جت واحده ثاني يوم مع ابوها، صدق شلون تعرف هذا ابوها ولا لا؟ على حسب، بس البنت هذه ترددت كذا مره معها شايبين ثلاثه، كانوا ياخذون عقود وتسبب لهم مشاكل هذه البنت. حسبنا الله الوكيل. لذلك اشكرك جزاك الله خير، وسامح بدق عليك بعد شوي. ها لا تنام حبيبي. وبعد عرفناه قمنا ان ما نعطيها يعني حفظا، عشان يعني شلون مصداقيتنا مع العملاء وكذي، قمنا ما نعطي البنت. يعني كل ما تدش علينا مع شايب تقول ابوي او شيء كذي. قبل لا اختم، اللي اتمناه منكم كبار سن هؤلاء عندكم، حتى الزوجه تشتكي من زوجها تقول ما ياتيني بالحلال وهاجرها من غير يلحق هالخدامات في البنيات وغيرهم الخدم، امسكوا هؤلاء الناس. يعني قول اذا ما حرجتوه بشيباته انه حشمها، ذكروا بالله تعالى قريبا يعني، وشي مطن زان، رجال كبير وزاني، وين صارت؟ محني لها سكسوك ولا حق لها البنات، صبغ لها الشوارب ما ادري شنو، ويمشي ورا البنات كذا، عيب والله. طالع انا استحي، قسم بالله استحي، انت مقام جدي يعني. ما بس الشيء الاخر، تذكروا قول النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لما اسرى بالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: مررت بواحد، شفت واحد قدامه طعام طيب تاركه وياكل النتن وياكل الجيف،
قلت من هذا جبريل؟ قال هذا عنده زوجته بالحلال يأتي الحرام. عندك الطاهرة بنت العرب بنت الأصول تلحق لها الخدامات. بذكركم بآية قال الله تعالى والذين، شوف ترتيب الجرائم ها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شوف شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، شوف شرك قتل نفس، ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. جعل الله تعالى من عظم هذا الشيء شوف شرك وقتل النفس والزنا، ما أقدر أعلق، تلحق هالخدمات والخدم تلحق هالبنات، ما بقول يعني عيب أو كفوك، عندك الطاهر المطهرة زوجتك الحلال وتأتي الحرام. شبابنا اتقوا الله، إن هذا شاب شب على الزنا فشاب عليه، من شب على شيء شاب عليه، وقد يموت عليه، قد تموت على هذا الزنا.